الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من ظاهر امرأته فوجب عليه صيام شهرين متتابعين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من ظاهر امرأته من امرأة؟ أحسن الله إليكم: من ظاهر من امرأته فوجب عليه صيام شهرين متتابعين، هل يحل له الجماع في الليل؟ لا، لا بالليل ولا بالنهار، حتى يكفر من قبل أن يتنفس لا يحل له أن، لكن يجامع غيرها في الليل من زوجاته ما في مانع، إذا كان عنده زوجات غيرها ما في مانع، أما هي لا، حتى يكفر من قبل أن يتنفس، هذا من باب الردع له.